احنا جينا المهدية نشوفوا شوية. احنا دابا هاد الناس كاملين المركوب ما كاينش، المركوب ما كاينش، ولكن هاد الناس هذا وهاد الشعب غيبقى جالس هنا، كلشي هاد الشعب يبقى جالس هنا، خاصنا شي حاجة اللي غتجي تدينا من هنا. ما كاينش المركوب، الناس العائلات بوليداتهم، الناس هما مزوطين هنا، عرفتهم في العمالة وعرفتهم دايرين الإضراب، ولكن خاص التعويض، يعوضوا لنا بشي حاجة اللي ما يبقاوش الناس هنا مزوطين. النهار كامل هاد العشية كلها ملي جينا حنا، جينا حنا مع الربعة، حنا باقيين هنايا ما كاينش الطاكسي. يعني انتم كتشوفوا مهدي هاد الحالة راه ديما هكا، الميني بيس راه ما كاينينش حدو من المدينة، والطاكسيات اختي راه حنا النهار كامل حنا جالسين، جينا زعما نفوجوا شوية حنا وليداتنا، حنا مكرفسين. انت كتشوفي العائلات كاملين بوليداتهم، كلشي غيبقاو في هاد الغابة غيباتوا اليوم هنايا، حنا مكرفسين. والمظاهرة كنعرف أن المظاهرة ماشي الطاكسيات، النص داير مظاهرة النص خدام، كلشي مكرفس. راه تكرفيس الخاوي كنجيو، كنجيو ب 260 كيقول لك ثلاث البلايص. دابا عندي اختي باغي نمشي بحالنا من نسا، من نسا اختي وحنا كنتسناو. دابا تسعود اللي خدام مع العشره، شوف شحال السعاده دا مع العشره اختي. هاي دابا تسعود وقسمي راه بزاف اختي، باش ندخلوا لكم طوبيسات بزاف اختي، والله شي بزاف هادشي. دابا اللي بغاك اللي كان خدام ماشي تجيب العائله معاك، تشبع حار دابا ما تقدرش تجيب معاك العائله، انت راسك وما قادش تشعلوا عاد العائله. راه تكرفيس خاو، ديروا معنا شي حال الله يرحم لكم الوالد. القنطرة قال لك في الاول القنطرة تفشح، القنطرة يفشحوا لنا الطوبيسات ولا يبقى هي القنطرة، القنطرة تفشحات وما يفشحوش لنا الطوبيسات. 6000 ريال ديال الغرام لكم ما ولا دابا خارج مخالف القانون، خاصك باش توصل من طهران لهنايا 260، والطوبيسات ما كاينش، الطاكسيات اللي كاين ما كيديوكش حتى للساحة، حدهم بها حدهم بها الرامي ولا القصبة. يعني المواصلات اللي بكثره ما كاينينش، كاين الطاكسيات وخلال. يعني حتى بنادم اللي ما عندوش بزاف، ما عندوش الامكانيات، راه ما يقدرش مسكين يجي يتبحر. من موقف محرج، بعض الخطرات تكون انت والعائله ديالك ثلاثه ديال الدراري صغار، عاد الام ديالك كبيره في عمرها 60 سنه، واقف تتسنى، غتبقى تتسنى ساعتين ثم كانت ثلاثه ديال السوايع.